بيان رقم واحد في معركة الحسم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. أهلنا في كل مكان في سوريا الحبيبة والوطن العربي، إن لواء شهداء دوما يزف إليكم الخبر الذي انتظره شعبنا طويلا، وهو مقتل الطاغية بشار الأسد، والذي تم بالتنسيق والحمد لله مع أحد ضباط الشرفاء من داخل القصر. هذا وان تحدى بشار ان يخرج الى الاعدام خلال 12 ساعة ان كان ما يزال حيا. هذا وان احذر افراد وضباط الجيش الذين ما زالوا يقاتلون في صف الطاغية ان يسلموا انفسهم الى اقرب نقطة للجيش الحر، لاننا لن نرحمهم بعد ذلك. اما ان سلموا انفسهم فسنضمن لهم محاكمة عادلة ان شاء الله. من كنتم تقاتلون لاجله قد قتل، فاشتروا حياتكم بالتخلي عن القتال ضد شعبكم وبلدكم ودينكم. أهلنا في دمشق، إن أخوانكم في الجيش السوري الحر حريصون كل الحرص على سلامتكم، لذلك نود إعلامكم بضرورة إخلاء دمشق والتوجه إلى المناطق المحررة خلال مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ هذا البيان، لأن دمشق أعلنها النظام لنا سابقا منطقة عسكرية، وهذا هو الإنذار الأخير، وقد أنذر من أنذر. وأخيرا أقول لأخوتنا في الجيش السوري الحر، نحن ماضون في معركة الحسم إن شاء الله، لذلك نطلب منكم الاستنفار الكامل وانتظار شارة البدء لاقتحام دمشق وتحريرها من العصابة، لا يؤخرنها عنها أي تكاسل أو تخاذل. تكبير، الله أكبر، الله أكبر.